بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بحضرتك يا دكتور، وكنا حابين نتطرق إلى العملية الجراحية اللي حضرتك أجرتها واللي تم فيها استئصال ورم من مكان نادر التموضع. أهلا وسهلا ومرحبا. هلا مثل ما بنعرف جميعا، الوجه هو مرآة الجمال والروح والمشاعر. الوجه هو غاية في الأهمية، لأنه كمان موجود في بطاقة الهوية، في صورنا، في ذكرياتنا. الوجه هو الاي دي تبعنا، فمن هون تبرز أهمية الوجه وأهمية كل شيء ممكن أن يصيب، أو أي مرض ممكن أن يصيب منطقة الوجه والفكين. فاللي صار أنه في مريضة راجعت أحد الزملاء بشكوى انتفاخ وتورم في الشفة العلوية، شخصوها مبدئياً على أنه هي ممكن تكون كيسة مصلية أو مخاطية، بالإنجليزي ميكوسيل نسميها، وحولوا لي إياها وقالوا لأنه أنت هاي بدها جراحة. تم تحويل المريضة لإلي، وبعدين فحصت المريضة وشفتها وشفنا أنه هذا الموضوع لا، ليس كيس مخاطي أو مصلي، إنما نحن موضوع تاني. نحن في عنا كتلة في الشفة، وكتلة تمتد على أكثر من ثلث الشفة من حيث الامتداد، ومن حيث الثخانة تشغل تقريبا كامل ثخانة الشفة. والموضوع كان يستدعي استقصاء شعاعي متقدم أكثر، فحولت لأحد المراكز الذي يعني اللي أثق فيها، وطلبت استقصاء شعاعي معين بشروط خاصة. بعد ما أجتني النتيجة والتقرير، تبين أن نحن عنا كتلة ورمية بالشفة وهي بحاجة إلى استئصال جراحي. شرحنا كل هالأمور للمريضة، وتم الاتفاق على تحديد موعد العمل الجراحي، وتم إجراء العمل الجراحي تحت التخدير الموضعي. العملية استغرقت تقريباً من 30 إلى 40 دقيقة. الورم كان يشغل معظم ثخانة الشفة، وبالتالي في عنا خطورة على موضوع العضلات، الأوعية الدموية المغذية، الأعصاب المغذية للشفة. لا تنسى الموضوع النفسي والجمالي. المريضة هي مريضة شابة عزباء في العقد الثالث من العمر، تشتغل بشركة وإلى منصب، موضوعها بتطلب اجتماعات لقاءات. فموضوع أنه يكون هذا الورم إذا يعني ممكن يأذي الشفة، وممكن يصير في ندبة عمل جراحي، يعني على الأقل ندبة عمل جراحي بتأثر على المنظر، وبالتالي بتنعكس على نفسيتها وحياتها وزواجها مستقبلا وكتير أمور. فتم إجراء الجراحة بهدوء، وبدأنا بالشق الجراحي من الداخل، من باطن الشفة اللي بالغشاء المخاطي اللي كان أساساً رقيق جداً نتيجة ضخامة الورم. وتم التسليخ بهدوء شديد لعدم أذية العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المغذية. بعد ما استأصلناه بالكامل، كان لابد من إرسال هذا الورم للتحليل النسيجي لنتأكد تماماً من ماهيته واسمه ونوعه بالضبط، وهل هو سليم أو خبيث، وهل الموضوع يتطلب معالجات لاحقة أو لا. بعد عدة أيام بيجينا التقرير والحمد لله، وبيجي الورم إنه هو ورم سليم، وهو اسمه بوليمورفيك أدينوما، ورم غدي متعدد الأشكال. ويشير التقرير والتشريح النسيجي إنه تم استئصال الورم بالكامل مع كامل محفظته، ولا يوجد أي بقايا، وإنه سليم تماماً والحمد لله. وطبعاً بعد العملية تم إعطاء المريضة كامل التعليمات والأدوية ومتابعة كل عدة أيام على مدى شهر لشهر ونص، لحتى شفنا أنه رجعت حركة الشفاه والإحساس طبيعية تماماً. فأي شخص بشوفها وهي عم تحكي ما بيعرف أبداً أنه هي عاملة عملية أو أنه كان عندها ورم بالشفة. رجوع المريضة لممارسة حياتها بشكل طبيعي، وإن الحمد لله طبعا بتتحرك بشكل طبيعي، كان بعد تقريبا قد إيه من إجراء كان بعد تقريبا شهر. في خلال الشهر كان في متابعات بالضبط. تمت كم متابعة تقريبا؟ أو تقريبا عملنا 3-4 متابعات مو أكثر، لأنه نحن بدنا نعمل لها متابعة بعد 3-4 أيام. المتابعة الثانية بتكون بعد حوالي 10 أيام منفك فيها الخياطة، متابعة ثالثة إضافية، والمتابعة الرابعة اللي شفنا فيها الموضوع، شفنا أنه خلص ما أنا بحاجة متابعات زيادة، فخلص أمورك كتير منيحة والحمد لله على السلامة. طبعا بعد ما أجانا وتأكدنا من نوع هذا الورم، هذا الورم هو طبعا الأورام بالمجمل التي تصيب جسم الإنسان تعتبر من الأمراض النادرة،
مجمل الأورام، يعني الأورام تشكل من مجمل الأمراض تشكل كلها 5% فقط. وهذا نوع من الأورام. هذا الورم عادة هو يصيب الغدة النكفية. الغدة النكفية هي أكبر غدة لعابية تتواجد أمام الأذن. نعم. في المرتبة الثانية بصيب الشفة السفلية. أما أنه يتواجد بالشفة العلوية فكان هذا أمر نادر جدا. نعم. وأنه يأخذ كامل الثخاني استئصاله كان فيه نوع من التحدي أنه حيترك أثر أو لا. وإذا ترك أثر شوف إنعكاساته على حياة المريضة وحالتها النفسية. فالحمد لله تم استئصاله كامل بدون أي ندبة. وهلأ يعني أي حدا بيشوف المريضة بفحص الشفة من برا من جوا بقول ما في عملية، والحركة والإحساس والشفة كله رجع بشكل طبيعي تماما. هذا الورم بالأساس هو ينشأ على حساب الخلايا المبطنة لأقنية الغدد اللعابية، وفي بعض الحالات ممكن أن يتحول إلى خبيث لا سمح الله. هذا الورم لو تأخرت شوي كان ممكن يؤدي الفك الأنف يمتد أكثر، في إمكانية تحول لخباثة، فبالتالي لسه بتصير المعالجة أعقد ورح يأثر بشكل كبير على المريضة. فالحمد لله الأمور بخير وحالة المريضة بشكل ممتاز جدا. لو تكلمنا عن أسباب الإصابة بهذا النوع من الأورام أو هذا النوع من الأمراض، يعني إيه السبب؟ في عنا عدة أسباب. تبدأ الأسباب بشكل عام بالعامل الوراثي، 2 نمط الحياة، 3 موضوع العادات الغذائية صحيحة أو غير صحيحة، موضوع التدخين موجود ولا لا، نوع التدخين حتى كمان بيلعب دور، العوامل الجوية المساعدة، يعني مثلا في إذا كانت المهنة تتعرض لها تقتضي من صاحبها أنه يتعرض مثلا لكتير أشعة شمس وفي جفاف في المنطقة هذا كمان بيلعب دور، إذا كان في رض أو تخريش أذى الأنسجة هذا مع الوقت ممكن، يعني كل ما يصير في أذية جسم بيحاول يعافي نفسه، بس مرة ممكن يصير الشفاء ما يأخذ طريق صحيح، وبالتالي يصير في تكاثر خاطئ للخلايا، وبالتالي نحن أمام ورم تطور ورم. وهذا التكاثر إذا أصبح غير منتظم فأصبحنا أمام ورم خبيث. تمام. لو تكلمنا عن طرق الوقاية من هذه الأنواع من الأورام، أفضل طريقة وقاية هي المراجعة المستمرة عند الطبيب. ثانياً أفضل طريقة وقاية هي أنه لا تهمل أي شيء بأوله متى ما إجاك أي إحساس، لأنه هذا الورم على فكرة يبدأ ما بحس فيه المريض، ما بيشعر فيه المريض، ولا يمكن تمييزه سريرياً، وحتى في صعوبة بالغة بتمييزه شعاعياً. العامل الحاسم بتشخيصه هو الفحص النسيجي، وبالتالي هذا الورم ينمو ببطء شديد والمريض ما بيحس فيه. إمتى براجع الدكتور براجع الطبيب؟ بعد ما يحس إنه صار في عنده كتلة ضاغطة، إنه في عندي شيء غير طبيعي، طبعاً بيكون صار له فترة طويلة موجود معه. فالمتابعة الدورية حتى لو ما في شيء هي مهمة. في حال شكيت بأي شيء فوراً راجع الطبيب، لا تهمل الموضوع أو تأخره. الخبرة الطبية المتميزة اللي عند حضرتك في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية النادرة، كيف حضرتك نقدر إن احنا ننقلها للكوادر الطبية البحرينية المتدربة أو اللي هي لسه في مقتبل الأمر بالنسبة للطب؟ والله هذا شرف كبير، لأنه وأنا دائما يعني على أهبة الاستعداد لقدم كل معرفتي وخبرتي للكوادر الشابة أو الجديدة. وأنا بشكل طبيعي إحنا في عنا بالعيادات بيجوا متدربين، سواء كانوا أطباء جدد أو ممرضين جدد، فأنا ما ببخل عليهم بأي شيء، كتير بوقف معهم بساعدهم بعلمهم، بخليهم يشوفوا العمليات معي فيهم، بخليهم يساعدني بالعمليات، يعني بحاول إني يعني أعطيهم من خبرتي ومن علمي. فأنا يعني نقوم بتدريب لكل الكوادر اللي بتيجي بتعمل تدريب عنا. تمام. هل في حضرتك شيء حابب تضيفه بالنسبة للعملية أو أن أنت بتنصح المشاهدين والقراء؟ نصيحتي الأخيرة هي المراجعة والفحص الدوري.
اذهب إلى طبيب متخصص واعتني بنمط حياتك. السلام عليكم، أنا اسمي محمد، أشتغل مساعد طبيب أسنان متدرب وأعمل مع دكتور قحطان، وأنا جدا سعيد أن أكتسب خبرة منه وبعلمه. السلام عليكم، معكم دانا مساعد طبيب أسنان، أساعد دكتور قحطان وهو وايد علمني أشياء ومتعاون وياي وايد ويا الممرضين كلنا. مرحبا، وياكم محمد فيصل، أنا أشتغل مساعد طبيب أسنان مع دكتور قحطان. أنا أحد المتدربين دكتور قحطان، تعلمنا منه أشياء كثيرة وتدربنا وعلى كل الأدوات، وكل التوفيق إن شاء الله دكتور محمد. السلام عليكم، معكم دكتورة نور، أشتغل مع دكتور القحطان. تشرفت أن دخلت وياه بعض العمليات وتعرفت عليه وتعرفت على خبرته في العمليات، وكل التوفيق للدكتور إن شاء الله.